بارتي دي نهار هذا شويه دي تحكيم شويه وتحري الطاس اليوم الماتش اليوم انا عجبني ولكن الشمس الحراره على اللعابه الله يكون في عونهم. كانت مباراه جيده جدا، المغرب لعبوا كره واعره كره نقيه كما كنقولوا. قصان المغرب غاو مزواك شي نمارج نسين غاو نقاو حرن يبارشني تيران تاون حرم ضيع النوق. اجت مقام اجت شويه عيان، في الاول كانوا رابحين في الاخر خسروا لينا صراحه. تعادل بطعم الهزيمه، ونتوقعش هذه من جانب المنتخب المغربي. المقابله يعني انتهى التعادل، الاداء توجبوا من الماتش الاول، ولكن يعني الخصم توجبوا من تنزانيا. من داش غيني غوما نهارات وغال المغرب تغدي المستوى زائد عاود الجوني يدير يعني مغربيين تبارك الله يرحمون غيث نفوارتي حتى مسقان حتى الحكام وسين كونتري المغرب اتصل تزق مي خاصنا بارتي دا الصباح يلعب نيران باش نهار التشكيله يمشى المدرب شويه هو التشكيله ني اللي عطاس يمشى الدفاع عطاس ويجيبوا الهجوم. ايوا ان شاء الله يكون خير، وخا بارتي دا الصباح ان شاء الله من ديكوا ان شاء الله هذه لي فوارتي ان شاء الله باذن الله. بارتي دا عندكم شانس يا خصني مغربي نشجع شويه صحاب ثمانسن. شكرا. وانا عجبوني بزاف ونتمنى لهم ان شاء الله جاي ان شاء الله واحد المباراه ان شاء الله تكون زينه في 9 ديال الليل نهار الاربعاء ان شاء الله. وانا عجبني السين كل يوم نمره 5 تنشكروا واحد اللعب دار واحد المجهود واللعبه كاملين بوفال عليه لحمو، اللعبه كاملين عليهم لحمو والله يكون في عونهم. نشوفوا حنا تنمشيو غير مع الشارع وبنادم تيسخف غير مع الشارع، ونتنطلب لهم التوفيق ان شاء الله وتنطلبوا لهم حنا رانا معاهم مشجعين معاهم والشباب كاملين الشباب معاهم تيشجعوهم، وتنشكروا اللعابه والله يكون في عونهم وشكرا لكم والسلام. نقولوا تالق نايف اكرد في مباريات وبوفال حيت راجع من الاصابه ما لعبش يلعب مزيان، المهم ان شاء الله نطلبوا لهم التوفيق وان شاء الله ديما مغربه الدراري وان شاء الله غادي نجيبوا الوقت. الو يا من غير شويه هو ذني يعجبي اوناحي الا تغرب خسفوش تو تيري قشع حاج شغل نسير ميس نحر شحال هذه يعني اختيرينا باع. اه نيش رقريقي خصها تعذر شي حاجه تستهدف يلعب نتصوف نسيريني بارتي ديوسين نكسي كاس افريقيا ان شاء الله. اجت شويه عيان، في الاول كانوا رابحين في الاخر خسروا لينا، كنت كنتسناهم يربحوا ساعه ما ربحوش ولكن الحمد لله. اللعبان امين عدلي لعبه زياش حكيمي كاملين لعبوا ان شاء الله واخر جا اليوم واش غدي الحمد لله ان شاء الله يربح ان شاء الله. صراحه تعادل بطعم الهزيمه، ونتوقعش هذه من جانب المنتخب المغربي، لكن اكيد على انه مجموعه من الظروف يعجلنا انه هذه تعادل نهارا مشكل الرطوبه وايضا مشكل ارتفاع الحراره. هذا لا يعني ان المنتخب رغم التعادل وغاتشا، ولكن قادر انه يوش نتائج نص قادر انه سيعود، ولنا امل انه ان شاء الله هذه رضا ادوار طلائعيه خاصه امام المجهودات الجباره تقومها الرئيس الجامعه الملكي المغربي سي القجع، وايضا الجو السودان التداريب ولا الفندق الذي توجد مناسبه ستي مغنوه ذي قضع ادوار طلائعيه ودي دور كاس افريقيا غيشرفني غيسعدن الجماهير الرياضيه المغربيه جات طواغه كاس افريقيا منذ 1986. رحيم المقابلة يعني انتهى التعادل، الأداء توجبوا من الماتش الأول ولكن يعني الخصم توجبوا من تنزانيا. كونغو الديمقراطية يلعب أغلبهم تحت احتراف دي أوروبا، ويعني الماتش توجبوا للمتناول الماتش الأول يلعب يعني قل من خاصن شي حاجة. المدرب لمسة المدرب والتبين بوم اللي حدي الماتش وستناين نشي لعاب تقاتلن لي بارتي ديام امرابط ذبونو نشي لعاب وكشنشا وميدود فنا محاريت حاريت توغا يعني زما غاس من غير كحسن باش يضيع يعني على وميديود في حاريت توغا غاس من غير كش يا صافي. هذا مكان يقيم بجم بارتي تنقالو التعادل اللي غاربح يساوي التأهل لاخصات قد تفعل تاني ديال الحسابات ملي تكسر الاله حاسبه وين يعني التعادل اللي غارب التعادل هو اللي اهل المنتخب بارتي تنقالو. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمغرب المنتخب العربي ماري لجا. من داش غيني غوما نهارات وغال المغرب تغدي المستوى،
هادي الشوط مزوارة و توغين مليح توغازيان شويت ماش الشوط الثاني اخمي اخون شويت اسغون اخو ميخت وارد نيني قاروح مليح اللهم التعادل ولا تخسر ماش امري توغسجل من بعد يجن اثنين واحد تتيري مليح هاد خا اي عجباي زياش حكيمي يسجل مليح نصيري ولا انت توغا مليح مري توغا قريبه دي ساقا يجنبو انتو ماشا معليش هو تي ساقا شامار نيض ان شاء الله ايوا ان شاء الله نتمنى يسن التوفيق المباراه القادمه ما راني وديت غير التعادل قاعد قنغ مليح ما راه غير التعادل توغا نابح نيود خمسه نقاط بعد ايوا ان شاء الله هو ان شاء الله.